هن كتبوا نجاح مش عادي، ونحن أخذنا عبر من قصصهم. موسم احتفلنا فيه بأهم الأسماء اللبنانية اللي عملت إنجازات بأستراليا. أسماء من التاريخ بنعتبره نحن أسد للمغترب اللبناني. بحلقة تاريخية نرجع منعيش فيها أحلى المراحل بنجاحاتهم. لبنان مش بيعنيني، لبنان بعروقي. مع مقابلات جديدة وحصرية مع وزراء أسترالية وشخصيات لبنانية. كيف نحن منحول نجاح اللبناني الفردي لنجاح جماعي؟ الموسم الثالث من أسماء من التاريخ من أستراليا ببست أوف، الأربعاء 9:30 المساء على الـ LBTV.